تحية مشاهدينا الكرام، نتواجد بتازة السفلى بالضبط بمقبرة الرحمة حي الوطاسيين، حول إشكالية خطيرة جدا تتعلق بأربع عائلات. ونستضيف في هذه النازلة الاسم الكريم سامية واقف. سامية واقف غتقربكم بواحد الحدث اللي لا فقهاء العقار ولا فقهاء القانون ربما غادي يدرسوا هذه الاقوال ديالها بتمعن، وغادي يوجدوا شي حاجه اللي ما يمكنش تصرف اربعه العائلات اللي قطنوا هذا المنزل اللي كانت توجدوا فيه 40 سنه، وهي غتقربكم كيفاش وقع لكم. عاودنا بكل تفصيل كيفاش وقع لكم في النازله هذه اللي كتعلق بهذا العقار. كيفاش وقع لنا سيدي من البدايه في 79 كان جدي اللي هو عبد الله بن شدو كان في تدفق وكانت ارضه، وصدق ان البلديه داك الارض هذيك صدقت غادي تكون ملعب ديال الكره، وتفاوضت مع البلديه وبحضور الباشا وكل شيء، قالوا له غادي نعطيوك تعويض وغادي نخيروك، بداو كيخيروا اننا يمشيو يسكنوه في التازه الفوق فوق السوارج، وما بغاش رفض لا جدي ولا با الله يرحمه اللي هو حمادي واقف، ومشاو عاوتاني قالوا لنا بانكم غادي تسكنوا جد سيدي عيسى، وما بغاوش جابوه من هذه البلاصه هذه اللي هي هذه كانت حدا مقبره العسكريه قديما، دابا راه مقبره الرحمه حاليا، كانت الدنيا هنايا خاليه، والوالده ذاك الوقت هذيك 79 رفضت انها تبقى هنا قالت لهم الدنيا خاليه، ما بغاش ديك الكاميونات الرحيل اللي كانوا على يد البلديه جابتهم البلديه، الخدامه اللي كانوا هزوا ذاك الرحيل اللي نقلوه حتى فوق اللي بغاو يحطوه هنا كلهم في البلديه، قالت لهم تخلوني في هذه البلاصه خاليه انا غادي نجي في راسي ما نبقاش هنايا، رجعوا ذاك الكاميونات كاملين ديال الرحيل رجعوا للبارك في البلديه سبع ايام وهما تما محطوطين، والوالده كانت هنايا وكانت المخزن داير لها عسكر ومخازني كيجيو يوميا كيراقبوها باش ما ديرش شي حاجه في راسها. دازت واحد المده بدات هي المهم كتعوض هنايا، صافي رجعت بغات تبقى في هذا المكان هذا، رجعت باش تبقى في هذا المكان هذا، ناضت البلديه جابت ذاك الرحيل. كنتو ساكنين قبل ما يتلعب الملعب ديال التزال العليا؟ قبل ما يكون ملعب، ما كانش ملعب اصلا ذاك الساعتين، ذاك الوقت هذاك ملعب المهدي وما كانش ملعب، 79 فاش جابونا لهذ البلاصه هذه، فاش ديك الساعتين كان هنايا كان هذا السكن هذا كانت مكازا خاويه مول داخل، قالت لهم انا ما غاديش نعيش هنا لا با الله يرحمه ولا انا هي فطوش بنت مسعود، والذكر انها فطوش بنت مسعود واللي هو جدي حماد عبد الله بن شدو راه من المقاومين، يعني حنا كنسماو من احفاد المقاومين في هذه البلاد هذه. منين جابوهم قالت له واش حنا غادي نعيشوا في هذه البلاصه لداخل خاويه، جات البلديه على حسابها الخاص بنات لنا البيوت لداخل في ذاك الوقت هذيك، صافي بقينا ساكنين، مات جدي الله يرحمه، مات سنانا، مات با حتى هو، يا حنا بقينا هنا اربعه ديال الخوت، حنا بقينا هنا اربعه ديال العائلات، ما بقيناش غير اربعه الخوت، كل واحد بمراته ووليداته وكل شيء، انا شخصيا عندي اربعه ديال الوليدات جوج عايشه هنا، خاي محمد واقف حتى هو بمراته ووليداته، خاي احمد واقف وخاي عبد القادر واقف، حنا اربعه بينا بقينا هنا. المشكل ان احنا بقينا واحد المده ديال 40 عام كنحسوا ان تابعين البلديه، اي وثيقه كنحتاجوها اي تصريح كنحطوه كنمشيو للبلديه، عندنا الضو بسميه الوالد الله يرحمه، عندنا الماء بسميه الوالد الله يرحمه، حتى كنتفاجئوا مؤخرا كيجي عون قضائي كيقول لنا بان الاملاك المخزنيه وهي الدوميل كيقولوا لنا خاصكم تخرجوا انتم محتلين، دعوه ديال الصرف، حنا ما فهمنا حتى شي حاجه، ما بقينا فاهمين والو، ما عرفنا ما نديرو، هذا هو اللي كاين دابا، حنا بغينا نعرفو حنا شنو هو الوضع ديالنا هنايا، واش حنا في الاول كنا في الارض ديال جدي مشات ارضو رجع فيها الملعب، ومن بعد جدي ولينا هنايا، من هنا با مشى عاوتاني حنا كيقولوا لنا برا، حنا واش ماشي حنا بغينا نعرفو، حنا رحنا بدولة الحق والقانون، حنا دابا الحمد لله حنا ما حنا معنا ثقة في القانون ديالنا كبيرة باش حقنا ما يضيعش، هذا هو اللي كاين سيدي، هذا هو المشكل. كيتبين لي الان غادي تسلكوا المسطره القضائيه. بطبيعه الحال. لان حنا في دوله الحق والقانون، ضروري راه الحق ديالنا ما غاداش يضيع. عندي واحد السؤال اخر، على ما حين كان الحوار الثنائي معك قلت بان هاد الناس جاو حفظوا هاد الجرده وما تمش الاخبار ديالكم. تقدري تاكدي هاد الشيء؟ ما عمرنا ما شفنا شي حجه حفظ ولا حتى شي سيكي ولا حتى شي حجره ولا، حيت حنا الجرده ديالنا 40 سنه والوالد ديالو مزرب عليها حاضيها عايشين فيها هاد المده هادي كلها، حتى شي واحد ما جا طق علينا الباب وقال لنا نحطوا شي بيكي ولا شي حجره ولا هادي، دابا في الوثائق وفي الدعوه ديالها كانت كنكتشفوا بان كاين تحفيظ، ما فهمناش حنا التحفيظ كيفاش وقع وما علمنا حتى شي واحد. وشكون اللي قال لكم باللي دابا هذا المنزل خصو يبقى تابع للمقبره ديال الرحمه؟
حيتاش هادي دابا واحد تقريبا واحد الشهرين هادي جا عندنا المسؤول القانوني ديال الاملاك قال لنا بان راه الجرده كلها تبعت وبان حنا ما بقاش عندنا داك الحق اللي كهاد الجهه اللي حنا فيها اللي تحطت لنا 40 عام تقسمت في النص. النص قال لك اللي تابع لينا راه ولات بعناه مع واحد الشركه مستثمره مع الجهه الفوقانيه والنص اللي فيه نتوما فيه الدار راه ولا كما كيقولوا هما ولبوه البلديه توسيعه في المقبره. مني قلت له انا المسؤول القانوني ديال الاملاك تما والمندوب اللي تما كاين قلت له حنايا قال لك دابا نتوما راكم وليتوا تابعين البلديه منكم ديك الساعتين للبلديه فانا حسينا براسنا بحال اللي ما عندنا حتى شي حق في هذه البلاد بحال جائين حنا ولينا بحال جائين ماشي مغاربه ما كنديروا مملكه مغربيه ما كنقولوا عاش محمد السادس صافي ولينا واحد كيهزنا من الفوق كيحطنا هنا واحد عاطيني كيحطنا هنا كيهزنا هذا هو اللي كنحسوا بالحقره هذا هو الحقيقه. اذا كيف ما كتابعوا مشاهدينا الكرام حسبنا الله ونعم الوكيل يعني سيتم تضحيه باربع عائلات من اجل توسيع من اجل توسيع مقبره وهذه سابقه هذه سابقه في اقليم تازه اللي كنشوفه وكنسمعه بحال هذا الاباتشي يعني سيتم تضحيه باربعه ديال العائلات من اجل ماذا؟ قال لك باش يوسعوا المقبره بالرحمه في حين ان وزاره الاوقاف والمجلس البلدي والاعيان هما اللي مسؤولين باش يشوفوا واحد العقار لنفرض جدلا ان حتى هذه المقبره الان يعني كما كنقولوا بين موجه تعمرت يشوفوا عقار ويخليوا اربعه العائلات امنين في بيوتهم. كلمه اخيره انا كنقول ان حنايا نحن واحد الدوله اللي ديال الحق والقانون والحق غادي يجيب لنا حقنا. الى اللقاء.